بعد 2015، بدأ الخير من 2017 او 2018، ضعف العدد السفن، ضعف العائد الدخل. بالدولار، كان 4.8 من 10 مليار دولار بقى وصل ل 10 السنه اللي فاتت، 10 و250 مليون دولار. بقى في ثقه في قناه السويس، كل السفن اللي بتيجي تعبر في قناه السويس لان العمق زاد والامان زاد وكل ده. فما بالك بقى لما نكمل كمان الجزء اللي فاضل يبقى كله ازدواج كامل. هنفترض احنا برضو في القطاع الجنوبي، خلي بال حضرتك ان احنا انتقدنا برضو ايه لازمته وهيعمل ايه صح، والفايده منه ايه. عمل ايه طيب اشتغلنا، القطاع الجنوبي؟ هقول لحضرتك احنا القطاع الجنوبي مثلا اشتغلنا فيه سنتين ونص، وقت كبير، بس اشتغلت بيه بقدراتي وفلوسي بالجنيه المصري، ما حملتش الدوله اي حاجه، ميزانيه الهيئه نهاية بهدوء، واشتغلنا بيه بالارقام بتاعتنا، وخلصنا ال 30 كيلو اللي في الجنوب، التوسعه اللي اتعملت، حسنا نسبه الملاحه، ونقلنا الاكس بتاع القناه للمنتصف، لان احنا لما زودنا ال 40 متر الاكس بقى مترحل، وبلغنا العالم كله ان الجزء ده اصبح المنتصف بتاعه بالاحداثيات بتاعته. طيب احنا واحنا شغالين كنا في القطاع الجنوبي ده، انا عايز اقول في 3 حوادث احنا مسجلينهم من الكركات ايوه كانوا هيحصلوا فعلا يعني، وكان هيبقى زي ايفر جيفن لو ما كانش ال 40 متر دول اتعمل. وفي خلال ال 40 متر دول قدرنا ان احنا المناوره المركب العطل دي تقدر ان هي نناور بالقطارات بتاعتنا، يبقى في مساحه كبيره اكتر، وقدرنا ان احنا نسحب السفن دي لمنتصف الممر بالاعطال اللي فيها. 3 سفن بالظبط بقول سيادة لحضرتك، يعني الفريق 3 سفن. أسامة، حضرتك بتقول إنه مشروع القطاع الجنوبي أنقذ القناة من الإغلاق 3 مرات زي إيفر جيفن في 21؟ ثلاث مراكب كبيره في آه نفس المكان في نفس القطاع دون، يعني كانت الحادثه في الكيلو 152، يعني هم في 30 كيلو اللي هم من كيلو 132 آه للكيلو 162 دول اللي احنا عملنا فيهم التطوير، والحادثه كانت في كيلو 152، نعم فكان في نفس الجزء اللي هو ما فيهوش ازدواج. هي المشكله ان انت لما تحصل عندك حادثه آه في جزء ما فيهوش ازدواج، هو ده المشكله الكبيره. لما بيحصل فيه ازدواج ما فيش مشكله، نعم انت بتشتغل تقل الناحيه الثانيه وبتعمل تعمل مناورة عندك تصرف. لكن لما يحصل حته فيش ده ما عندكش حل. فدول احنا صورناهم، الكركات صورتهم يعني، كويس الكركات واقفه في المكان، صورت ال 3 مراكب دول اللي عطلوا على فترات يعني خلال فتره السنتين ونص اللي احنا شغالين فيهم يعني، نعم اللي عطلوا، وان كان الامتداد ال 40 متر اللي احنا عملناه قبل كده اشترى منهم 40 متر بس، الا كانهم ادونا وقت ان احنا نقدر نسحب السفينه ما تشحطش زي حادثه ايفر جيفن. فمفيش مشروع استاذ احمد بيتعمل في قناه السويس اللي يكون مدروس كويس قوي، نعم وخد بال حضرتك برضو ان مفيش مشروع بيتعمل في قناه السويس الا يكون ناجح وليه تاثير ايجابي على القناه وعلى البلد. مهم ده، انه مفيش مشروع بعمله الا دراسه قناه السويس وناجح طبعا كمان. دراسه جيده ودراسه جدوى، وبعدين تصديق عليه بالحكومه، والسيادة الرئيس بيبقى بيتابع معانا المشروع بالظبط، وبياكد ويعيد تاني ونشرح قدامه كذا مره عشان نتاكد المشروع ده ليه لازمه ولا لا بعد ما عملنا الدراسات الموجوده. واحنا بنقول كل المشاريع دي موجوده دراساتها في الادراج وبتطلع في التوقيت المناسب. احنا ليه طلعناها سنه 24؟ عشان خلاص ال 32 دي فاضلها 8 سنين، فاحنا لو قلنا المشروع بتاعنا ده هياخد من 5 ل 7 سنة عشان نعمله قدراتنا احنا بس، يبقى احنا هنوصل للوقت اللي هو القناه فيها هتبقى لكن عدد زخم سيادتك تؤكد، الفريق أسامة ربيع بتؤكد انه هذا المشروع ازدواج القناه ضروري ولازم يحدث. لازم وحتمي. حتمي. اسهل حاجه يا فندم ان احنا نقعد ونقول ايه؟ حد تاني بقى بعدين يبقى يعمل، حد تاني انت تشتغل، يعني انت بتشتغل وبتفكر في المستقبل، لان القناه دي زي ما احنا قلنا هي شريان حياه العالم، مش حاجه اتيه دلوقتي، حاجه صغيره. القناه دي يا استاذ احمد صلاح من 1869 بقى لها 152 سنه نعم اتفتحت، احنا استردناها في 1956.